أهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي برنامج الرأي السوداني، يحييكم أنا خالد العيسر من العاصمة البريطانية لندن مرة أخرى. أعزائي، اليوم نحن بصدد تغطية فعاليات للندوة التي سيقيمها أو ستقيمها مؤسسة المجتمع المدني السوداني، وذلك للوقوف على الكتاب المثير للجدل الذي كتبه السفير الفرنسي السابق لدى السودان السفير ميشيل رامبو، الذي عمل في الفترة ما بين العام 1994 وحتى العام 2000 في العاصمة السودانية الخرطوم سفيرا لدولة فرنسا. الكتاب الذي حمل عنوان السودان في كل حالاته ودوله، تحديات استراتيجية ومضاعفات إقليمية، هو موضوع حلقة هذا اليوم للوقوف على آراء السفير المعني ميشيل رامبو وعدد من الأكاديميين والمختصين في الشأن السياسي السوداني. أعزائي، أتمنى لكم مشاهدة طيبة في هذه الحلقة الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب ترحيبا خاصا بالسيد معالي السفير ميشيل رامبو والسيد السفير فاروق عبد الرحمن، والشكر أيضا موصول لكل الحضور ولكل من ساهم في المشاركة في هذه الفعالية. أهمية هذه الفعالية أنها تشكل بداية العام 21 من تأسيس مؤسسة المجتمع المدني السوداني مواطن، عملت خلالها على المشاركة بفعالية في كل ما يتعلق بالشأن السوداني وما يرتبط به من مؤتمرات وندوات وموضوعات، ولكن كان أهمها العمل من خلف الستار مع عشرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية للمدافعة والمنافحة عن حقوق أهل السودان. نرجو أن تكون هذه الفعالية نقطة البداية لبرنامج المؤسسة مواطن للعام 2013، حيث سيكون محور تركيزنا هو أولاً مناسبة مرور 10 سنوات على اندلاع الانتفاضة المسلحة لأهلنا في دارفور لأجل سودان ديمقراطي وعدالة اجتماعية. ثانياً إبراز واستمرار ما يتعلق بقضايا العدالة الدولية ممثلة في مشروع محكمة الجنايات الدولية. ثالثاً العمل على دفع قوى البديل الوطني الديمقراطي لإيجاد سودان يسعى الجميع، وعليه سيكون برنامجنا اليوم كما هو موجود في الورقة التي وزعت على حضراتكم. ونبدأ مع سعادة السيد السفير ميشيل رامبو، فليتفضل. حضرة السيد الدكتور صلاح البندر المدير لمؤسسة المجتمع المدني السوداني بالمملكات المتحدة، سعادة السفير فاروق عيسى المحترم، حضرات السادة المسؤولين والأعضاء في المؤسسة، سيداتي وساداتي الحضور الكريم، أولا إذا سمحت أود أن أعرب عن سروري العميق. أنا سعيد جدا وجودي معكم في هذه العاصمة الجميلة، ويتيب لي أن أقدم أغلاص الشكر وآخر التحيات لحضرة الدكتور صلاح البندر، كما أهيئ الأخوة والأخوات أعضاء المؤسسة وأفراد الجالية السودانية الذين شرفوني بحضور هذه السهرة الكريمة، هذه الفعالية الكريمة. كما يسرني أن نشكركم، نشكر الدكتور صلاح على تنظيم هذه الجلسة والزيارة لمؤسساتكم. إن أتيحت لي حياتي الدبلوماسية والمهنية الفرصة لقضاء سنواتين عديدة وطويلة في وزارة الخارجية الفرنسية طبعاً لباريس في الإدارة المركزية، وأيضاً خارج فرنسا بحيث عملت لخدمة الدولة الفرنسية بوظائف مختلفة
وبشكل خاص في العالم العربي وفي القارة الإفريقية بين وظائف أخرى. السودان كان أحد الدول عملت فيها كسفير فرنسا لمدة تزيد على خمس سنوات من نوفمبر تشرين الثاني 1994 ليناير كانون الثاني 2000. وكان السودان في تلك الأيام أكبر دولة عربية وإفريقية ولم يعد كذلك. أتيحت لي الفرصة عن طريق هذه الزيارة وهذه الجلسة هذه الفعالية لتقديم الكتاب الذي ألفته حول السودان. نشر هذا الكتاب قبل شهرين أو ثلاثة أشهر عن دار نشر باريسي باسم كارتلا وبعنوان السودان dans tous ses états لأنه كتب باللغة الفرنسية Le Soudan dans tous ses états. فأنا ملاحظ وراهي أن الترجمة طبعا سوف بيكون في ترجمة يعني في المستقبل لأنه يعني بنهايتي بودي أن تترجم الكتاب يترجم الكتاب إلى اللغة العربية أو إلى اللغة الإنجليزية ولكن لسه ما صار. ولكن أنا ملاحظ أنه في صعوبة في حتى في الترجمة أنه باللغة الفرنسية إيتات الكلمة يعني تعني بنفس الوقت الحالة أو الدولة. لكن الترجمة باللغة العربية لازم تكون يعني بأكملها السودان بكل حالاته ودوله. هذا عندي هي. بينما في عنوان تاني عنوان تحتاني L'anouane est Tartani, le Soudan à l'épreuve du temps. L'espace soudanais à l'espace du temps. Comment il y a des kelimas, il y a des ibaras, mais il y a des soubas, le tarjama. Alors, ça, c'est l'espace soudanais. Mais bref, il y a des kif, il y a des tarjama, il y a des tarjama, il y a des tarjama. Il y a des massacres soudanais ou le fada soudanais, il y a des tarjama. Il y a des tarjama, il y a des على محاك الزمان يعني على بروف دو تان. ارحب بالجمهور الكريم اخوتنا المقيمين في لندن والزائرين وارحب بشكل خاص بسعادة السفير ميشيل ريمبو وحرمه السيدة جيهان واسرته اذا كان على البعد هم عندهم ثلاثة بنات وعدد من الاحفاد. ايوه الشكر برضو لمؤسسة المجتمع المدني الدكتور صلاح بندر ممثلة بالدكتور صلاح بندر على دعوتهم لي للمشاركة في هذه الندوة الهامة والتي أرجو أن تكون ممتعة أو على الأقل مفيدة. الحقيقة مؤسسة مواطن هي اللي قدمت لنا هذا الكتاب. الكتاب ده اللي هو طلع قبل 3 شهور في باريس وجاء لندن بس قبل 3 أسابيع. كتاب كبير فيه أكثر من فيه ما يقارب 400 صفحة وأنا وصلني قبل 3 أسابيع أو أقل وعملت مجهود عشان أقراه قريته بالرغم من أنه هو وأنا قلت الكلام ده لسعادة السفير أمس اللغة اللي فيه عامة أصعب من اللغة العامة في فرنسا فاضطريت يعني أرجع كثير للمراجع وللمعاجم عشان أمشي لكن قدرت أقراه. أكمل